سبحان ربي ونشا وقدر كل شيء. سبحان ربي نشا وقدر كل شيء. ربي لالو شريك لالو شريك ولا ولا الثاني. عرف مولاي كيف واجب الصفات هو الموصوف بالكمال الوحداني. العالم بما حدث وما يحدث العالم بما حدث وما يحدث كفي عن ما إن شاء وكل من عليها فاني. كافي عن ما انشا كافي عن ما انشا كافي عن ما انشا كافي عن ما انشا وعلى الاشياء على الاشياء على الاشياء بديت بسم المولى نعمل غنير فيه الحي دايما بيه بن العباس قالها حقيقة دور خوها سادات المحققة. خون قال اسماعيل نطرز العتيق ديما يرجى من الرحمة السابقة. كانت مرا معشوقة في النبي عشيقة في المسجد تتقبل زين والعاشقة. ما تدقوت ما تشرب ما ولا عتيق غير إذا شفتو ما يكيد عشقة على رسول الهادي صلي يا عشيق. كانت مرا في حياته بيه شيقة على رسول الهادي صلي يا عشيق والجمعات ننظر زين والعاشق. وحد الجمعة صلاة الفرد وجات جايا من محبة الطه تبكي بلا عقل. قال لي هالشيطان وعلى شباكية عاودي لي مال دموعك تنهطل. قالت له منحب حبيبي بلا ريا محبته سكنت في قلبي بلا مهل وقت ما نشوفه في منامي فيه. نصيب دموعي تقطر والروح دايقة على الرسول هادي صلي يا عشيق. كانت مرا في حياته بيه شيقة على الرسول هادي صلي يا عشيق والجمعات نضل سينو العاشقة. وصف لها النعيل كان هو رجول قالها اسمعي مني شي كلام دخيلك بأبيك وامك والفضول بغيت ننظر وجهك. قالت له حرام مزوجة بالفرد والسنة والقبول ما نخلف شي عن زوجي بلا قيام.
عاود قال ليها حشمتك برسول غير عري وجهي عرّت وجهها شاف خدودها شنية شافت وشفاها وجات سبقا على الرسول هادي صلي يا عشيق كانت مرا في حياته بشيطة على الرسول هادي صلي يا عشيق كل جمعة تنظر زين العاشق صارت تبكي وتنوح بالغيار حين وصلت للدار عقيلها دمار غلقت عليها الباب ولونها صفار خفت من راجلها يسمع عبد الخبر في الحين نقر في الباب حلت له الدار ودرقت وجهها منه بلا بدر قال ليها رجلها واش د الخبر وعلاش دربتي وجهك واش د الامر قالت له نخبرك باللي جرى جار عليك راجل حر مني بوجهك داخل حني بالنابي وجاني زبير شاف وجهي نظر وما خاف ما تقال على الرسول الهادي صلي يا شيخ كانت مرا في حياته بشيء على الرسول الهادي صلي يا شيخ كل جمعة تنظر زين والعاشق صار راجلها يوصل بالوقت الشفيع على طه سيد كل كاينات قالوا يا طه نبينا المجد ليك نحكي قصتي راهي زوجتي فقات رقمها راجل عمد عنها بالعتاد قال لها عري وجهك ولا بغات حين حشمها بك سيدنا محمد عرت وجهها شاف الزين والنعات واش واجب عليها في الشرع جد بالتلاق ولا نقتلها بالممات قالوا روح شعل النار للحرير وطاها قلها هي العاشقة على رسول الهادي صلي يا عشيقة كانت مرا في حياته بشيطة على رسول الهادي صلي يا عشيق كل جمعة تنظر زين العاشق حين شعل ديك النار اخذ الغيب قالها حرمت سيد الزياد قال لك من محبتك فيا وانا بلا بغيض في الجحيم تحرقي راسك والجسد في الحين توضات تفوض الغيظ وصارت تشهد وتسطو في الرياسيات في الجحيم رصدها تلقى فوطليق صد عنها شجاع بجهر وتقى على رسول الهادي صلي يا عشيق كانت مرا في حياته به شيقا على رسول الهادي صلي يا عشيق كل جمعة تنظر سندو العاشق Thank you.
تمسر رجلها في الهول الغيار قالوا يا طهر راني حرقتها تبسم النبي في قول ما قالوا وريها لي نشوفها في الحين قلب بالحجرة والنبي نضر يجبرها بين الحوريات في بار في تياب من الجنة لونها خضر ودها ربي بالجنة وحبها واش يعشق من الليل وفي النبي عشيق هي من سبقته في الرحمة السابقة بالحديث فادى اللي هو صديق خود اللي كيف فادى باللفظ رايقة ما تشد مروحك مع اللي زحيق راه زواق وديما يضحى من برقة والسلام نهيبو بالمسك والعبيق للشرف والقلبة وهل المحققة والقال اسماعيل من طرز العتيق لما يرجى مولى الرحمة السابقة على الرسول الهادي يصلي ويعشق كانت ما بحياته به شيقة على الرسول الهادي يصلي ويعشق قول جماعة النور زين العشق